Rüzgar esip geçer, kırıp döker benim bütün dallarımı. Zaman akıp gider, acımadan soldurur allarımı. Bir küçük goncayı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını figanını. Bir küçük boncuğum ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını figanını. Deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. Hadi vur deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. أنا ما كان قصدي زعلك، طلع الحكي مني هيك، أنا بعتذر منك. ياسمين ليش اجيتي لهون؟ أنت ناوي تبهدليني من أول يوم إلي؟ أبي عرف إنه صرنا عم نتقابل من شهور، وقال بده يتعرف عليك. شو؟ أنت عم تكذب لك؟ قسماً بالله، والله غالب كذب لك. شو كان إلك شغل عند الممرضة أليسار؟ في سيارة ضربت المسكينة، كانت شاحنة كبيرة، وأنا شفت الحادث وما كان في حدا جنبها، فرحت معها على المشفى لأطمن عليها. كيف وضعها هلأ؟ غيبوبة. استغفر الله العظيم. الله يكون بعونها. إيه والله هذا اللي صار ماما. بنتي قاعدة هون واشربي كاسة مي. أعطوا البنت كاسة مي. يسلموا. مين اللي موقع هدول؟ أنا وقعتن، لا تواخذيني. ماما، ما قصدي، استغفر الله، والله أنا فكرت الصغار هن مفاتحين البراد وموقعينهم، مش عن نبهون. وشو كان إلك شغل عند أليسار؟ صارت شغلة غريبة كتير ماما. شو صاير كمان؟ اليوم وأنا راجعة على البيت شفت أختي أليسار بالحارة، هي قالت لي بدي شوفك بعد ساعة، بس نبهتني ما خبر أي حدا. وأنت طبعاً ما خبرتينا. قالت بخصوص توأم أمينة. إيه، وبعدين أنا لما أنت بعتيني لأشتري الخبز رحت لأشوفها، كانت عم تستناني على الطرف الثاني، ولما كانت جاي لعندي شحني ضربتها المسكينة. شو قالت لك بخصوص البنت؟ ولا شي، ما قدرت تقول شي لأنها فاتت بغيبوبة. اسمعيني فريدة، لا بقى تساوي أي شي من دون علمي. بعدين شو بيعرفها بتوأم أمينة؟ أكيد هديك كمان جنت. لا تساوي لنا مشاكل بهالفترة. ماما، بس هالموضوع رح يجنني. بالأول البنت يلي شفتها بالمشفى هداك اليوم، وبعدين الكلام يلي قالت لي يا أليسار، والله عقلي ما عاد اتحمل شي. ما رح ارتاح لحتى أحكي مع أليسار وأفهم كل شي، ما رح ارتاح. فريدة ناري مان خانم، ساوي لنا شي فنجان قهوة لنشربه.
سمعتي فريدة؟ بيشربها سادة. يلا بنتي. بس أنا طلبتها منك أنت، ما في أطيب من قهوتك. فورا. شو بدي قلك؟ خففي شوي عن هالبنت مشان مصلحتها. أنا بدي إياها تتعلم، بلكي أنا صار لي شي ومتت بشي يوم. انسى أنه تهتم فيكن، ما بدها تهتم بحالها الغبية. استغفر الله العلي العظيم. الحب العيلة دواء يا خانم، ودواء مهم كتير. إذا ربيتي أولادك على المحبة، وإذا بينتي محبتك لهم كل تصرف، فبتلاقي هالعيلة صارت تمام. يا أما إذا كنتي عم تتصرفي وتمشي على كيفك وعم تتعاملي معهم بعداوة كبيرة، فبتتغير محبة العيلة لبعضها كتير، وبتصير كلياتها مثل السم. بعدين هديك العيلة ما حدا بيعرف شو بتساوي، وما حدا بيتوقع مين رح تسمم. كلامك حلو كتير يا خير الدين. بضل عقلك بهالماكينة، بس تلاقي الفرصة دغري بتعدي وراها. فريدة، فريدة. ها؟ أمي أنت قلتي شي؟ عم أقول أليسار هي بأنه مشفى؟ بمشفى البحوث العلمية. ليش شو صار؟ ولا شي، قلقانة عليها. ما شاء الله عليكي، الله يحرسك إن شاء الله. أنت مبسوطة بهالشي اللي عم تساويه؟ ليش أنا شو ساويت؟ عم تتركي شغل البيت وتعدي ورا هالماكينة. افهمنا عم تبيعي هالشغلات وتعطي المصاري لأولاد الناس المساكين لحتى يدرسوا ويتعلموا. بس يا بنتي، بيقولوا الأقرباء أولى بالمعروف. طالما عيلتك محتاجة، معقولة تعطي مصاري لأولاد الناس؟ الله بيرضى بهيك شي؟ بالأول تشبعي الأكل، بعدين انتي عطي الزايد للناس التانيين. بس يا ماما، الحمد لله مالنا جوعانين ومو ناقصنا شي. بس لو تشوفي هدوك الأولاد، بس لو تشوفي هدوك الأولاد وضعهم كتير صعب وما فيكي تتركيهم وبتزعلي عليهم. خلصنا، اصطفلي، أنا ما دخلني. بس ماما، أنا ما عم ساوي شي غلط. خلص بكفي، سكتي، ما بدي اسمع. نعم معلم. معلم غالب، أنا محسن، محسن البهلوان. شو بدك محسن؟ معلم صاحبك الآني طالع من السجن، كان معه ابنه، بزور لحتى خلصت منهم. قصدك خير الدين؟ ايه هو معلم. أنا بترجاك سامحني. لا تكون حكيت له شي. معلم ربطوني على سكة القطار، ولو ما حكيت كنت مرتب. أهلا وسهلا بابا. أهلا وسهلا بابا. أنت منيح بابا؟ بابا؟ خير؟ شو صاير؟ ما في شي. من هلأ ورايح ممنوع تعزموا رفقاتكم لهون، وحتى أقرب الناس لألكن. حتى من دون إذني أنا ما حدا رح يفوت أو يطلع لبرات هذا البيت. فهمتوا كلامي؟ ولا اي حدا. ماشي، بس شو صاير؟ في شي عدو بده يهاجمنا؟ ما لازم يكون عنا عدو لحتى ناخذ احتياطاتنا.
أنا حكيت مع المدير شكيب، أعطانا إذن مفتوح، قال دور بكل الملفات وساوي شو ما بدك لحتى تلاقي هداك الزلمة. تمام. بابا بعرف إنك قوي وبتضل عمود هالعيلة على طول، حتى وإنت بالسجن ضلينا متمسكين فيك، بس إذا أنت انحنيت هلأ كلياتنا رح نوقع على الأرض. أنا أكلت ضربات كتيرة بحياتي بس ما وقعت ولا مرة، ومو صحة جسمي اللي خلتني واقف لهاللحظة هي، لأنه قلبي لساته قوي. بس على كلن أنت لا تقلق، طالما في عنا إيمان فرح نلاقي شي حل أكيد. صحيح كان بدي أسألك، ما في عندك صورة لهذا اللي اسمه غالب؟ لأني إذا شفته ما رح أعرفه. ليش أنت ما شفته بالمقبرة؟ بس أنا ما شفته. شو ذكرت، لازم يكون في له صورة عنا. بزماناتنا تصورنا مع بعض صورة، لازم تكون بشي مكان بالبيت. منيح، الصورة رح تساعدنا. خلينا نشوف وينها، رح تلزمنا لحتى نلاقيه. أنا رايحة لعند جارتنا بأول الحارة، قال المسكينة مرضاني كتير، على القليلة بساوي لها شوربة. خير الدين؟ أنتوا على شو عم تدوروا؟ احكوا بلكي بساعدكم. أنت وين حاطة ألبوم الصور هداك؟ ألبوم الصور؟ وأنت شو بدك منه هلأ؟ أمير، صورة مين بدكن؟ صديق أبي، هداك اللي كان يعتبره أخوه، غالب. ايه كان في إلي صورة معه، وين هديك الصورة؟ خبروني شو اللي عم يصير، والله شغلتوا لي بالي. يا خانم، طلع غالب هو اللي كان السبب بسجني كل سنين، لك عديم الشرف اللي افترى علي ويلي وسخ اسمي بين الناس، طلع صديقي وأخي بالدم غالب. لك أنا عرفت الحقيقة؟ يعني انت عرفت مين هو يلي افترى عليك وساوى فيك هالشي؟ لكان غالب. ايه والله غالب. وين هديك الصورة؟ لازم فرجيها لأمير. شو بيعرفني؟ بتذكر كان في ألبوم صور عندكم بالدرج، انتو شوفوا عندكم وانا لشوف يلي فوق. تعال تعال. لقيتها؟ ايه هذا الألبوم. شو بدي ساوي فيها؟ يا ربي إذا لقوا غالب فرح يعرفوا أنا شو ساويت كمان. ناريمان، لقيتيها؟ شو؟ عم أسألك عن الصورة، لقيتيها شي؟ لا والله، دورت كتير وما لقيتها، على الأغلب ضايعة بشي مكان. إذا لازمنا شي بيختفي مثل السحر. خير الدين، مين هاد اللي عطاك اسم غالب؟ بلكي كان كذاب، يعني بجوز يكون شي فخ أو حدا بده يوقع بيناتكم. يلي أعطاني اسم غالب ما كان بوضع يسمح له يفكر يحفر لنا فخ، أعطاني اسم غالب وأنا أعطيته حياته. خير الدين، دخيل عيونك تريك هالشغلات، إذا صار لك شي شو رح يصير بوضع هالعيلة؟ ولسه جديد رجعت لنا. بعدين أنت فكر شوي، غالب ليش لحتى يساوي هيك؟ وأنا هذا اللي بدي أعرفه. منشان هيك بالأول أنا لازم لاقي غالب بسرعة. أنا أليسار، قصدي أنا رايحة لعند جارتنا المريضة وراجعة.
هديك الصورة. يا الله، بتكون الخانم وقعتها وهي عم تطلع لبرا. وين راحت هالصورة؟ دخيلك يا الله، وين هالصورة؟ بابا لقيت الصورة. هذا غالب؟ لا والله ابني، هذا مانو غالب. استغفر الله العظيم. عشو عم تدور؟ ولا شيء، معناها ما عم شوف منيح، ما في شيء. طب يلا تعال نام، والصبح منلاقي حل. تيمور عم يتصل، ردي عليه. نعم، منيحة. بكرة؟ ليش؟ ما بعرف. تمام، بمر عليك بكرة. أوكي، بشوفك. أنتي ليش حكيتي معه ببرود أختي؟ شو قال لك؟ قال من شان مر لعنده بكرة، في عنده إلي خبر حلو، قال إنه مفاجأة. شو؟ مفاجأة؟ ليكون الزلمة قرر يجي يطلب إيدك؟ ما بعرف، ما بظن هيك بنوب. بكرة رح تشوفي. علي صوت التلفزيون. أوف، ما بينحكى معك بالمرة. أخ منك يا أليسار، أنت شو ساويتي؟ الله يغفر لك ذنوبك إن شاء الله. أنا شو بدي أقول هلأ؟ كيف بدي أدعي لك؟ الله أعلم شو كنتي رح تحكي لفريدة. أخ منك أخ، كنتي رح تحرقينا. المهم الله يعافيكي هلأ، وتحطي عقلك براسك، وتكوني نسيتي كل الماضي وما عاد تتذكري إن شاء الله. صباح الخير، أنا حابة أسأل عن وضع أليسار هلأ.
على وضعها؟ فهمت عليكي، يسلموا. فريدة؟ لك وينك انتي؟ اجيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الخير تيتي. أوه، ليش هيك الصدرية؟ تعال حتى زبط لك ياها. تعال شوف. فريدة وين جاكيتي؟ أنا كويته وعلقته ورا الباب. ما شاء الله عليك، صرت حلو كتير هلأ. ماما أنا ما عاملة أي دفتري ولا بمحل. بنتي هلأ بشوف لك وينه، أنتي عدي وافطري. ماشي حبيبتي. يلا تفضلوا على الفطور. وينه أمير؟ ليكني اجيت بابا. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور عمو. صباح الخير ابني، تفضل تفضل. صباح الخير. وين كاسات الشاي يا خانوم؟ يلا رح جيبهم فورا. يلا فريدة جيبي لي سكينة من المطبخ. إذا عرفت مكان السكاكين. رح تزعل لأنه أجينا على بيتها؟ لا ما رح تزعل. ليش؟ شو سوينا؟ خلينا ندق الباب، رح نتأخر على المدرسة. كل عام وانت بخير خالة فريدة. يا حبايبي كيف تذكرتوا انه عيد ميلادي اليوم؟ والله رح تبكوني هلا. نحن منحبك كتير خالة فريدة. يا عمري انتو، انا كمان بحبكم كتير. مين هدول الولاد؟ هدول صيصان فريدة، جايبين معهم قالب جاتو للأميرة. وليش لحتى يجيبوا لها إياه؟ مو في ماكينة خياطة فوق؟ كنتك المحترمة تسرق حالة لعندها كتير وبتصير تخيط أواعي، وبعدين بالمصاري اللي بتطالعون تعطيهم لأولاد العالم ليدرسوا. هدول مثل قطاط الشوارع، كل يوم بزيدوا أكتر ما شاء الله. جاتو طلع عيد ميلادي اليوم وأنا كنت نسيانة. كتير حلو هالقالب. نحن آسفين مرت أخي. إن شاء الله العمر الطويل. طلعنا عاطلين. لا تحكي هيك، كيف بدك تتذكر هيك شغلة مع كل مشاغلك؟ الله يمد بعمرك لحتى تشوفي أحفاد أحفادك يا بنتي. إن شاء الله جميعا. بس أنا ما رح أتزوج. ما أقواك. وأبوك كمان كان يقول هيك. أخي. ها. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. أنا رح أقطع الجاتو فورا. أنا بدي قطعة كبيرة. وأنا بدي من زينة. أنا بدي من زينته كمان. طولوا بالكم رح تاكلوا. شو هاد يا؟ وين رح بدي كل الزينة؟ أعطي أحفادي قطعة كبيرة. ماما القطعة الكبيرة إلي أنا. وأنا كمان بدي قطعة كبيرة. أنا كتير حبيت هالآلة، بتفرج قديش حلوة زينته. كانت هون؟ أنا كيف ما شفتها؟ فريدة. شو قصة الأولاد؟ أولاد من الحارة. برافو عليك فريدة، قديشك بنت منيحة ما شاء الله عليك. حماتك اللي حكت لنا قال عم تساعدي الأولاد المساكين. مصاريف المدرسة عم حاول ساعدهم فيها، يعني اللي بقدر عليه. لو كل شخص ساوى اللي بيقدر عليه وساعد الناس وضب لسانه، فوقتها رح تتحول الدنيا لجنة. ماما تفضلي. لا أنا ما بدي. استغفر الله العظيم.
لوين بابا؟ خليني وصلك. لا ما في داعي، تسلم ابني. بدل ما اقعد بالبيت على الفاضي خليني اروح لعند البهلوان اللي حكى لنا عن غالب، لانه لما اعطانا اسم غالب نسينا نساله وين فينا نلاقيه من دهشتنا، بلكي اذا شافني بيقول لي وين فيني لاقيه. بترجاك بابا دير بالك. يلا حبيبتي خدي روحي، حملي شنطتك. ماشي. برافو عليكي. تمام. على شو عم تضحكوا لك فصعون؟ اهلا وسهلا اخي يسار. اهلين فيكي ابني. والله صار لي ساعة عم استنى لحتى راح ابي. افوت لجوا، يلا فوت. يسار خبر مرت اخوك توصل الاولاد وتجي فورا على البيت، وما تروح تلتهي هون وهنيك. مرت أخي لا تاخدي على خاطري. يلا انتبهوا على دروسكم منيحة. ولا يهمك عمو. تمام. شو صاير مع فريدة؟ تعال هون رح خبرك. وشو رح يصير؟ أليسار قايلتلها خلينا نحكي وراحت لعنده من دون ما تخبرني. بس شوف الله شو ساوى، بعد شاحنة وضربت المرأة والله وما قدرت تخبرها. لا تقوليها. ايه؟ هلأ خلينا بالمهم، شو أخبار منى؟ اتصلت فيها؟ إيه لك كان اتصلت فيها وراح نلتقي بعد ساعة. إيه شو بدي ساوي؟ فكرتي بشي؟ شو بدي إلا؟ هلأ اسمعني منيح، رح أروح كمان، رح نروح سوا، بس أنا يلي رح أحكي. كيف يعني؟ شو رح تقولي؟ يسار والله أنا فكرت كتير بالموضوع. أنت لازم تتصالح مع منى. شو؟ استنى شوي لا تعصب وتنط دغري. أنت فكر بالموضوع، ما فينا ناخد جنى ونجيبها على البيت والله بتقوم لقيامة، وما فينا نبعتها مع منى، نخسر البنت على طول. هالبنت بنتنا نحنا، مو قطة من الشارع لحتى نخليها تاخدها. يسار صدقني ما في حل تاني غير إنكم تتصالحوا. يا الله شو هالحل هاد؟ والله ما بيصير هيك لك يا أمي. مو معقولة هيك، بعد كل هالسنين لازم تتحملوا بعض، ورح ترجعوا سوا، ولما تسكنوا ببيتكم رح أصير زوركم على طول. هاي أبوك طلع من السجن، بعدين شوف لقلك إذا رجعتوا عيلة من جديد صدقني أبوك رح يحن قلبه عليك ويعترف فيك. أبي بحياته ما رح يعترف فيني وبتشوف. لنقول وافقت نرجع لبعض، برأيك منى رح تقبل؟ بالزول لقناعتها نتقابل. قبلت لأني قلت لها بس بدي ودع جنى. أنت ما بينخاف عليك، بس أنا اللي رح أقنعها بإذن الله. أختي أليسار أنا بترجاكي فيقي بقى، فيقي وطفي النار اللي بقلبي. شو اللي صار لبنتي؟ يلا فيقي وقوليلي. الحمد لله على السلامة. هي أختك؟ لا، ممرضة كانت موجودة بولادة بنتي، تقابلنا مبارحة قبل الحادثة بشوي، كانت بدها تحكيلي شي. بس شوفي إن شاء الله معافاية، بس ما فيكي تضلي هون أكتر من هيك. كنت تاركة رقم تليفوني هون، رجاءً إذا فائت اتصلي فيني بأي وقت. طبعاً بتصل، لا تقلقي. خليه يجي وننهي هالشغلة بقى. بابا جاي لهون مشان يشوفني، ما أنا كتير اشتقت له. دخيلك يا رب، هالبنت نفس أمينة. Thank you.
منى بنتي ناريمان خانم أساس رح يجي يسار. أنا حبيت إني شوفك. ماما ما رح يجي بابا لهون؟ مين هي الخالة؟ حبيبتي أنتي شربي. تفضلي نحكي هنيك. تفضلي. أهلا وسهلا فيك يا حلوة، في عندي مفاجأة لك. مفاجأة إلي؟ مو قلتي لي إذا شافنا أبوكي مع بعض رح يزعل ويعصب كتير؟ إيه. تفرجي، هاي المفاجأة. شو هاد؟ أنا أخذت من أبي مفتاح الشالة، كتير تعذبت لأخذته منه. منروح مع بعض لهونيك؟ شو؟ منضل لحالنا هونيك وهيك ما حدا رح يشوفنا. أنت شو عم تساوي؟ اترك ايدي. رح نروح مع بعض. اتركني لاشوف. ياسمين شو انت ما رح تحل عن هالبنت ولا؟ مين انت ولك سرسري؟ ياسمين! مين هات؟ يلي فات لجوا حضرة المدعي العام؟ ايه ضابط أمير أفاجيل. أنا رح فرجيك. أنا ما بقى فيني أتحمل العيشة معه. بس أنتوا صار لكم سنين مع بعضكم ويسار لا بيشرب ولا بيلعب قمار، والشي الأهم في طفلة بيناتكم. أنا بدي أكل فطاير. إيه والله مزبوط كلامك، بس عيونه عطول لبرا. كيف يعني لبرا؟ ابنك كان عم بيخوني. لا ما عم صدق يلي عم تحكي. صار له سنين لا اشتغل شي ولا تحمل مسؤولية. قلت تحملي يا بنت، بس أنا ما فيني اتحمل خيانة منوب. ابني ما بيساوي هيك شي. بس ساواها. لا لا لا، لو شفت بعيوني ما بصدق. أكيد صاير سوء تفاهم. حبيبتي سهل إنك تدمري عيلة، بس مو سهلة إنك تأسسيها. أنت فكري بالطفلة جنى. طيب على الأقل هلأ أعطي فرصة أخيرة ليسار. شايفته عقلان كتير هلأ وحابب كتير ترجعوا لبعض. ها شو رأيك؟ ما بعرف، أنا أعطيت يسار كتير فرص ما كان يتغير بالمرة. بس هالمرة غير، لأني رح أكون معك ورح أساوي كل شي مشانكن. بكفي إنكن ما تدمروا هالعيلة. طيب إذا ما كان مشانكن، مشان جنى، فكري فيها شو ذنبها؟ رح تضل مثل الغريبة لحالة. مين هي اللي عم تحكي مع ماما؟ بس تجي ابنك تسأليها. ماشي، أنا هلأ عقلي كتير مشوش. اي ماشي بنتي، تمام. انت هلأ فكري على راحتك وبعدين بشوفك ومنحكي. منى، فيني أقول لجنى مرحبا وبوسة؟ ماشي، بس بتقولي لها مرحبا. جنى؟ خالي انت بتعرفي شو اسمي، بس أنا ما بعرف شو اسمك. بنتي أنا اسمي هاي الخالة ناريمان. ماما حبيتك خالة ناريمان. وأنا كمان بنتي. يلا ماما. مع السلامة. شو صار أمي؟ شو قالت؟ اسمع، انت خنت لمرتك شي؟ خيانة شو هلا؟ مين قال لك؟ ومين رح يقول لي؟ طبعا منى، وقالت ما رح تسامحك. شو هالحكي يا امي؟ انا خونة؟ عم تكذب. لك انا اساسا ما في ليره بجيبتي حق سندويشه، شلون بدي خونة بوضعي هاد؟ اصلا انا ما صدقتها، قلت لحالي يسار ما بيساويها. ايه ولوين وصلتوا؟ انا شفت انها اقتنعت مني بس بدها تتدلل. يسار هذيك الطفلة لما شفتها والله تقطع قلبي عليها. والله لازم تساوي كل شي لتصالحها، ما في حل تاني قدامنا. انت بدك ترضي خاطرها. شو سمعتني؟ خلاص امي لا تقلقي،
أنا رح أساوي كل شي مشان جنى، والله بحبها مثل بنتي اللزم. ما بيقولوا العم هو نص الأب؟ طبعاً بدك تحبها. فريدة، 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 أنا بعرف شو ساوي فيكي. ألو، أنا اتصلت مشان أعرف كيف صار وضع أليسار هلأ. مسكينة، على حالة، مشكورة، مع السلامة. نعم ناريمان. نعم، هاد أنا غالب. غالب، هي آخر مرة بتتصل لهون، يمكن لسه ما عندك علم شو صار. دريت، خير الدين عرف كل شي. الرجال مثل الضايع وما بيعرف شي، بس يلي بعرفه إنه هلأ ما رح يرتاح أبداً لحتى يعرف أنت ليش سويت هيك فيه. بعرف. معناته برأيي أنت هلأ لازم تخبي حالك تحت سابع أرض، لأنه إذا عرف أنت ليش سويت هيك، يا أما بيقتلك وبعدين بيقتل حاله بعدك، يا أما معلم، والله غصبا عني. تعال معي. وين البهلوان؟ والله ما أنا هون. ما مرق اليوم. يا خال، مو من هون الطلعة، هذا الباب مسكر. طلع لي هو وابنه، وهداك الزلمة مثل الوحش. معلم،
بوس رجلك لا تقوصني، أولادي بالبيت عم يستنوني. خد هدول المصاري، بتاخد عيلتك وبتختفي من كل هالمنطقة، بدك تغيب عن اسطنبول لفترة طويلة، وحتى برأيي لآخر عمرك. على راسي معلم.